الساعة السوداء اللي بتحسي ان هي دايما قصاد عينك ما بتروحش؟ افتقاد ابويا طبعا. سمعتي ساعتها الخبر ازاي؟ هو قبلها بثلاث ايام كان تعبان وكان في غيبوبه، فكاني باخد الصدمه بس على مراحل يعني، وكنتش متوقعه خالص ان هو ما يفوقش من العمليه. يعني هو كان بيعمل قلب مفتوح، وعايزه اقول لك قبليها انا اللي كنت ماضي على اللي هو الاقرار بتاع العمليه، وانا اللي كنت بايته معاه اليوم ده، كانش حد بايت معايا غيره، وما كانش حاجه متوقعه خالص ان هو يخش العمليات ويخرج. يعني انا كنت واثقه في الدكتور وفي ربنا طبعا الاول ان حاجه زي دي هتعدي زي سهله. دلوقتي بعمليات القلب المفتوح دي حاجه سهله جدا يعني، وانا كنت شايفه بابا زي الفل. يعني ما توقعش ابدا ان اي حد هيشوفه مش هيتوقع ان هو تعبان، وفجأة زي الفل كده زي ما انت شايفه ان هو كويس جدا، بس هو طبعا من جوه حاجه تانية يعني. هو تعبان جدا في قلبه، فدخل زي الفل وخرج ما فقش. فانا خدت الخضه ديت متخيله ان هو ساعتين وهيفوق. طب ساعتين، طب ست ساعات وهيفوق، طب بكره هيفوق، طب بعده هيفوق. بس ساعتها حسيتي بايه؟ حسيتي ان انت ظهرك انكسر؟ كل حاجة اتكسرت أكيد يعني، لأن يعني هو كان كل حاجة في حياتي. أنت علاقتك أقوى بباباكي من مامتك؟ علاقتي بماما قوية جدا، بس بابا يعني أنت عايزاني أعيط ولا لا خالص والله. بس كده ليه كده؟ لا بلاش بلاش يعني، ما فيش حاجة أصلها تتقال يعني. طب عاوزة تقولي له كل الناس اللي قريبين مني عارفة أبويا ده بالنسبة لي إيه. عاوزة تقولي له إيه لو هو سمعنا دلوقتي؟ يا نهار أبيض، طب ليه كده بس؟ لا ليه؟ لا يعني عايزة أقول له إيه؟ هو أكيد وحشني جدا. طب أنا مش عاوزة كده عيطي. لا أنت خلاص عيطتي. لا خلاص خلاص. لا خلاص. لا 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 أنا آسفة جدا، غير الموضوع، نتكلم على حاجة تانية. طيب كان في إشاعة عليكي أنتي ومحمد على انفصالكم من بعض، الإشاعة دي طلعت ليه؟ مش عارفة يعني، مش عارفة. سمعتي عنها؟ طبعا، علشان محمد ما حضرش العزاء بس غصب عنه يعني. هو طبعا كان معايا ساعة المرحلة دي كلها وساعة الدفن وكل حاجة، بس غصب عنه كان عنده حفلة في لبنان، فاضطر ان هو يسافر، وانا اللي قلت له سافر، لازم تسافر. وكان في شرط جزائي وعقد وحاجات كده هناك، فكان لازم يحضر الحفلة دي. فقلت له لازم تحضرها يعني، الشغل ما فيهوش كده يعني. فالناس لما ما لقيتهوش تخيلت ان انا مش ان انتوا اتصلتوا وما قلتوش. حسيتي ان الصحافه